إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. في التاريخ ويزيفوا في الحقائق، كانوا ينجموا هم قالوا عملنا روشيرش، عندنا 5 اون عملوا في روشيرش، ولو السيد البطل يقول السيد البطل البطل هو الممثل القدير لطفي العبدلي. لا انا ما نشكش في امكانياته، ما قلتش ماهوش ممثل ولا ما عندوش امكانيات، ممثل وحلو برشا ونحترمه، ولكن هو غلط الراي العام لما ظهر على قناه التاسعه وصرح قبل ما يبدا العرض بتاع المسلسل، وغلط الراي العام. كيفاش غلط الراي العام؟ غلط الراي العام، قال انا شاورت عائلته وكذا وفرحوا بيا وقالوا لي ما تجيك انت، هذا راه غلط، عائلته رافضه رفضا قطعيا الحكايه ذي، وما همش داكور، ولا علينا كما قلت انت في الجزئيات اللي كيخليها. لا لهنا علينا في الجزئيات، لهنا علينا جدا في الجزئيات. كيفاش؟ معناتها اليوم عائله شورب رافضه العمل؟ رافضه، ماهيش مقتنعه بيه وماهيش راضيته، وتحدوهم وخدموا بالسيف يا جماعه. وعلاش ما اصدروش علاش ما اصدروش تنبيهات؟ علاش ما اصدروش؟ لا اصدروا كذا وكذا، وتو توصلكم برشا معلومات قريبا، تو تجيكم تو تسمعوا، معناها اصدروا وتحركوا له، راهو تحركوا له، مش لي هو طبعا، للشركه وللناس اللي مسؤوله على العمل هذايا، فهمت؟ لكن ما شفت حد شيء، بالعكس اللي شفناه اليوم في الحلقه الاولى على الاقل تصويره جيده لعلي شورب. لا ماهيش تصويره جيده، بالعكس فما حاجات تو كي نجيب حذاك سيلادي ونجيب لك الوثائق نحكيهم لك تيتا تيت، ومن بعد كنت تحب انت تقول جايه كبيره دارك. هاني نستنى، هاني نستنى. قل لي شنو المغالطات اللي شفتها في العمل؟ العمل اظن لي فما حاجات ما تناولوهاش وما ينجموش يتناولوها في حياه علي شورب. كيما شنو؟ انا ناكد لك، انا كيما شنو؟ برشا حاجات يا سي منظر، كلمني بوضوح. الاسماء ساعة زالت، ساعة امه عمرها ما كانت اسمها فاطمه. امه شو اسمها؟ شريفه. امه اسمها بالكشي شريفه ويعيطوا لها فاطمه. لا ودارجه بكري. بالكشي انت تو تعمل في عمل توثيقي باش توثق شخصيه تي، ما ساعات تكون، ساعات تكون. انا اخويا اسمه نعيطوا له كريم، وهو اسمه في ورق محمد. اي سامحني، في الدار نعيطوا له كريم، اللي هما حطوا في البوندانوس، حطوا لي القصه واقعيه، معناها يلزمك تقول لها في الحوار. في الحوار قد يكون واقعي، الحوار واقعي، هي اسمها شريفه، دونك الحوار قد يكون. فما ديفوت زاد تكنيك مو، فما ديفوت راكور كان اللي حطوهاش في الحلقه الاولى، فما برشا حاجات غالطه ما تجيش، الصوت لاكسون في بدايه الحلقه بصوت، ومن بعد ولا يخدم بصوت، شنو يا اخي هذا ما لاحظتوهوش تو انتم اليوم. اي وبالنسبه لشخصيه علي شورب معناتها كيفاش شفتها معناتها كاداء؟ كاداء ماني قلت لك لطفي راهو ممثل حلو ينجم يعمل حاجه حلوه، اما ما ينجمش يوصل، لانه انتم توا كما الاخت اللي كانت معك نجاح كي قدمتوا المسلسل جيهان اختنا جيهان قدمت المسلسل على اجاز انه علي شورب في الصاله وفاي، لا ما تتقالش كلمه الصاله. شكرا على المشاهده، ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه.